متحف الضالع يضم قطعا أثرية قديمة كالتماثيل التي تعود إلى عصر الدولة الحميرية، وأخرى توثق تاريخ الاحتلال العثماني والبريطاني للمحافظة والدور الذي قام به الأبطال وتسطيرهم أروع البطولات، كما يضم موروثات شعبية وعادات وتقاليد السكان القديمة التي تميزهم عن بقية مناطق البلاد. نناشد ونطالب الجهات المختصة والجهات المعنية، ونطالب المنظمة الدولية بدعم هذا المتحف، لأن بحاجة إلى ترميم، بحاجة إلى يعني احتياجات من الداخل والخارج. غنية هي محافظة الضالع بالمعالم الأثرية والحضارية التي يعود تاريخها إلى حقب زمنية قديمة، ومع مرور الزمن باتت العديد من المعالم مدفونة تحت الأرض، الأمر الذي دفع بعض السكان للعبث بها بحثا عن الكنوز، فضلا عن عملية الخراب التي طالتها بفعل الأحداث وعوامل الطبيعة خلال السنوات الأخيرة من الحرب، وسط إهمال رسمي من قبل الحكومة إزاء معالم تؤرخ حضارة ضاربة جذورها في أعماق التاريخ. في ظل الوضع هذا وفي حال غياب والوضع الدولي هكذا والانفلات شوية من متابعة المسؤولين، نجد الكثير من الاعتداءات على المناطق الأثرية وبشكل متكرر وبتجاهل من الدولة نفسها، ونطالب بحماية هذه الآثار من أجل حفاظ على تاريخ وحضارة اليمن العريقة. فهناك أفراد وجماعات يقومون بالاعتداء على المواقع الأثرية والمعالم التاريخية، فنرجو من الجهات المختصة ضبط هؤلاء الأشخاص الذين يقومون باستخراج القطع الأثرية وتخريجها وتهريبها وبيعها إلى الخارج. يحتضن متحف الضالع قطعا أثرية لها تاريخ عريق، وأخرى توثق حقبة من تاريخ المحافظة ونضال رجالها في محافظة غنية بالمعالم الأثرية التي باتت اليوم معرضة للانتثار وأصبحت مهددة بالزوال بسبب العابثين، ومطالبات الجهات المختصة بحماية تلك المعالم والاهتمام بهذا المتحف. محمد الشعيبي، اليمن اليوم، الضالع.